اليوم بصحة رحم نحكي عن علاج جديد لألياف الرحم، وهالعلاج هو بالأشعة. منشان هيك معنا اليوم باستوديو الدكتور قبلان يمين. أهلا وسهلا فيك حكيم. حضرتك طبيب أشعة وجراحة تصويرية. اليوم ألياف الرحم يعني كثير من الناس، وتحديدا يمكن على البحر المتوسط السيدات بيعانوا منه بشكل كثير كبير، وبنعرف العلاجات وبنعرف الجراحات اللي كانت تصير. خلينا نرجع نعرف من اول وجديد شوي عن الياف الرحم شو هي. نعم، الياف الرحم شائعين كثير. نعم. يعني كل ثلاث نساء في مره عندها الياف. بس عموما اهم شيء انه اكثريتهم اسمبتوماتيك، يعني ما بيعملوا شيء وما لازم نعمل لهم شيء. ما لازم نعمل لهم ولا اي علاج ولا اي شيء. اكثريتهم اذا ما نزعجين المرة ما تتلهموا، لانه هولي الياف اورام حميده. نعم، مش سرطانيه. نعم، اورام حميده الا اذا صار في عوارض جسديه مؤلمه او يمكن نزيف او. نعم. اي شيء ثاني، فهون واجب العلاج. العلاج هل يعني قبل ما نوصل للأشعة طبعا اللي رح نحكي عنه مفصلا اليوم، حتى لو بدنا نعالج بالأشعة هل لازم يكون في علاج دواء قبل؟ أكيد إذا المرأة عم بتعاني من الألياف. نعم. عموما بيكون أهم شيء هو إنه بيكون نزيف كتير، نزيف جيد وقت العادة الشهرية. نعم. في كتير عندهم مشاكل تانية، نفخة، تقل، وجع، أوجاع، كبس على المبولة، يصيروا يضطروا يغيروا عاداتهم الطبيعية، يتأثر شغلهم، حياتهم. بي 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 هيدا لازم نعالجه. أكيد مش بالأوامر نروح على الجراحة، في طرق. بس عموما العلاجات بالأدوية مش كتير بتحل المشكلة، بتساعد شوي وقت، بس توقف الدواء هالورم حيضل مع المرأة العمر كله. ما بيروح يعني، ما بيختفي، يمكن بيتوقف ولكن ما بيروحوا الألياف. هون عم نحكي عن ألياف بأي حجم دكتور؟ الألياف اللي بتعمل عوارض كل ما بتكبر كل ما تشانس أكبر أنه هي بتعمل عوارض. بس عموما إذا الليفي قريبي على مجرى الداخلي للرحم لو صغيرة فيها تعمل مشاكل. اللي بالحيط تبع الرحم عموما بده يكونوا يكبروا أكثر تيعملوا مشكلة. في أوقات بيكبروا بصيروا قد حبة التفاحة أكبر، هون بيصير في خطر كمان على اشياء ثانيه وعلى اعضاء ثانيه داخل الرحم. ايه، وفي امل كثير كثير صغير انه يتحولوا. بس عموما يتحولوا لشيء اخطر. بس عموما الالياف هي اورام حميده ما بتخوف. اذا ما نون كثير زعجين المره ما انا مضطره تعمل لهم شيء. نعم. اليوم لما بنحكي بالعلاج بالاشعه يعني عن شو منحكي أو شو هو هالعلاج بالأشعة بشكل عام لحتى نوصل لها المشكلة بالذات؟ هلا أكيد عموما الجراحة هي العلاج. يعني في كتير أوقات المرأة بتكون خلصت إنجاب، بيطرح عليها طبيبة الهستيركتومي اللي هو شيل الرحم. في كتير نساء ما بدها تشيل الرحم. تطور الطب، هلا فينا نشيل الليفي وحده، المايوماكتومي فينا نعملها بالناطور، فينا نعملها بالروبوت. كل هول جراحات شوي كبيره، خصوصا شايل الرحم المؤلمه. قديش مؤلمه وقديش بدها وقت طويل لتشفى سيده. نعم. منهم 4-6 جماع بالمرة مضطرة تكون تقريبا يعني عم فترة النقاهة. وفي عوارض على المدى البعيد بعد 10-20 سنة من وراء هالجراحات الشيل الرحم، هبوط الحوض، بصير عند مشاكل أكثر عند النساء بس يكبروا بالعمر. نعم، فصار في اليوم علاج جديد. نعم، العلاج الجديد هو نحن عم نقول انه هالاورام حميده. نعم. فما نضطرين نشيلهم، فينا نصغرهم ونحل مشكله العوارض. والاورام حميده او ما حميده بتتغذى بالدم. فنحن اذا قدرنا فتنا على الشرايين اللي بتعطي الدم وسكرناهم بيختنقوا الاورام وبيصغروا. نعم. والنزيف بيتوقف والضغط على المبولة بيخف،
ولو ضلوا الالياف الزغرو مش اللي هون هولي اورام حميده فيهم ينتركوا بهالحاله. نعم. لكينا بس مثل ما كنا عم نحكي انا وياك نقطع عنهم الدم يعني وكانه عم نقتلهم. نعم. بكل بساطه. قبل ما نتابع حديثنا حكيم رح باخذ اتصال. الو الو تحياتي. اهلا وسهلا، مين معي؟ ريما. تفضلي شو سؤالك؟ أنا دموزيل وعندي ليفي من 5 سنين، دي ما صار لعلاجة ولا لازم العملية لاستقصادة؟ كمان هون عم نحكي عن الليف، رح نجرب نجاوبك اكيد قد ما فينا. عم بتقول الست انه هي عزبه وعندها ليفه وإلها شيء تقريبا شيء 5 سنين، هل فينا تتركها او في لزوم او لازم او في ضروره انه تشيلها؟ كثير مهم اللي قلته اول المقابله انه اذا ما في اي مشاكل واكتشفت هالليفه بالايكو انه ما تعمل شيء. نعم. حسب ما وقعها في ناس بيعتقلوا هم انه بكره مشان الحبل، هالشي اذا صار في مشاكل بالحبل تبقى تجرب في علاجات، بس عموما اذا ما عندها مشكله منها لا ما بدها علاج. هل لازم تراقبها كل سنه؟ ممكن تكبر حالها الليفه؟ نعم مراقبه خفيفه. خفيفه مثل ما كنا عم نحكي عن هالعلاج بالاشعه، هل هو بده عمليه جراحيه لحتى تقدروا تفوتوا وتسكروا الدم عن هالالياف يلي موجوده؟ نستعمل الميل اللي هو مثل الميل اللي بنستعمل مشان نحط الرسور بالقلب، زيت الطريق منبلش بال الجروين نفوت زيت نوع الميل بعد ما نطلع طلوع صوب القلب بننزل صوب الحوض. بنستعمل ميل كمان بعد اصغر لانه الشريانين بالحوض اصغر ارفع مفوت بشيء اسمه مايكرو كاثيتر، هيدا اللي تطور. احنا عارفين انه في الياف كل يوم بنعرف انه فينا اذا سكرنا الدم نصغرهم، بس ما كان فيها التكنولوجيا اللي هو انه يصغروا الميل بطريقه انه نوصل على الشريان اللي بيغذي هالالياف. والتطور الثاني هن الحبيبات اللي بنستعملها. نعم. اللي بتسكر الشريان اللي عم بيعطي الليفه واللي بيخليها تصغر. عندنا فيديو حضرت لنا اياه مشان نفهم اكثر كيف بتصير هالعمليه، رح نشوف الفيديو سوا ونفسر اكثر شو بيصير. نعم. فاذا هيدا الرحم. نعم. هي صوره الرحم مثل ما كنا عم نحكي، هلا بدنا نحن نروح نعالج الالياف حتى لو كانوا كتار 10 و20 و30 زيت العلاج. مثل ما قلنا بدنا نفوت بالشريان. هل في انواع منهم دكتور؟ ايه هن الالياف شو اسمه؟ نعم تقريبا 4 انواع حسب موقعهم. فاذا قلنا اللي بالمجرى تبع الرحم هولي لو كانوا صغار فيهم يسببوا زياده نزيف. نعم. وقت العاده. نعم. لما بيكونوا بالعضل اسمهم انتراميورال، وفي منهم بيكونوا برات الرحم مثل هون. فاذا نحن هلا هون بالميل وصلنا حد الليفه بالمايكرو كاثيتر، اعطينا كونتراست نتاكد انه نحن بالشريان اللي لازم نكون فيه، ونبلش نعطي بيقولوا لها بي في اي ماده مثل حبيبات الرمل بتسكر. نعم. الشريان. النقاويط الصغيره هن الدم، الحبيبات هن البارتيكل اللي عم نعطيها لتسكر الشريان. نعم. لانه اكبر من حب الدم وهن مواد خصوصي بتخلي انه حبه ورا حبه يتجمع ويسكر الشريان. ما بقى في اكسجين على الليفه، مع الوقت بتصغر. نعم. لكن هون شفنا كيف تقريبا وكانه اختفت الليفه بهالصوره هيدي من بعد ما توقف الدم عنا. وهالانواع كلها لازم لها استئصال او كلها ممكن تمشي معها هالتقنيه بالذات؟ هيدي التقنيه كل الالياف اللي بالرحم بتعالج بذات الوقت. نعم. هيدي بفرد مره يعني. صح صح صح. انه غير اللي في اوقات تكون في مرة عندها ليفه كبيره وصغار، في اوقات بيشيلوا الليفه الاساسيه بالجراحه. نعم. صغار بيكبروا، هيدي بتعالجهم كلهم. فرد مره قد بتاخذ وقت تقريبا؟ العمليه بتاخذ شي ساعه ونص ساعتين. بس المريضه بتطلع ثاني يوم على البيت، او فيها تطلع بزيت النهار بتنام مثل الميل يعني. مثل الميل زيت الشيء. في اوجاع؟ ايه اول يوم في اوجاع من كل رواقه. لا لا في شوية أوجاع، ولكن أكيد مقارنة بالعمليات التقليدية. نعم. يمكن هون صار في أخف وقت. نعم.
أخف وجع وأخف تداعيات كمان. نعم. قدي أو شو العوارض الجانبية اللي ممكن تنتج من وراء هالموضوع؟ أهم نقطة إنه في شيء الشاب بينضرب الشخص فيها. الوجع. في ناس بيعملوا مثل غريب، حرارة على الخفيف. تعب يومين ثلاثة، عموما بيرجعوا على شغلهم بعد شي أسبوع. بيتاخد أكيد مضادات حيوية معهم وعلاج؟ نو مش ضروري. في ناس بيعطوا كمان لحتى يتفادوا يمكن هالسخونة أو هالمرض شوي من بعد العملية. أنا بذكر المشاهدين أكيد أنه عم ناخد اتصالاتكم على 044-444-444 لطرح أي سؤال له علاقة بالعلاج الشعاعي لألياف الرحم. هل علاج حكيم بما انه هيك عم نحكي عن هالعلاج الجديد لاي امراض تانية بيستعمل كمان؟ انا توقعت هالسؤال. هلا اكثر شيء ما تفاجأت يعني. لا نستعمله للاورام بالكبد الخبيثه. نعم. نعم مع انه هيدي من اخطر الانواع يعني. نعم. شو بيصير هون الفرق؟ انه الورم الخبيث بدنا نقضي عليه مش نصغره بس. فالتطور الجديد اللي صار من 6 اشهر تقريبا، صار له شي سنه بلبنان عندنا بالمستشفى بكليمونسو، انه هالحبيبات صار في لودد فيها تكنولوجيا شركه عالميه يعني متطوره. نعم. مواد مشعه. بصير هالحبيبات بس يروح على الورم بيعملوا بيفرزوا مواد مشعه وذن سمول 2 ميلي حواليها بيموت الورم الخبيث. بزيت التقنية شوي بدنا نقص ايه لانه مواد هيدي اخطر، فبنضطر نسكر كم شريان نحصر الورم. بس نعم عم نستعمله ل هيدي اسمها امبوليزاسيون، هيدي اسمها راديو امبوليزاسيون، بتطورها شوي اكثر كمان صارت موجودة. بس الاورام يلي موجودة بالكبد من دون ما ينضر الكبد. نعم. كله. نعم. مثل ما هي العادة يعني. لانه الكبد عنده غذاء من محلين، بورت الفين والارتري، بقية مثلا المعدي والمصارين ما فينا نعمل هالشيء. نعم. فنحن تركيزنا ان شاء الله نقدر بعدين. اكيد. رح ناخذ اتصال سريع قبل ما نختم الفقرة. الو. يس هلو دكتور. اهلا وسهلا تفضل. هاي لولا. هاي بدي اسال الحكيم، انا عندي عمليه بعد 10 ايام، عندي فايبرويد بقلب الرحم 8 سنتيمتر ونص، فايبرويد تانية على الرحم كمان، اكدوا الحكماء انه لازم ينشال كل شيء مع الرحم. I'm 41 years old already، جبت ولاد، ما بقى في يعني قرار اني بقى اجيب ولاد. بس انا بدي اساله اكيد هيدي التكنيك الجديده نحن بعد ما سمعين فيها قبل، بس بدي اساله سؤال تاني اللي هو انا فيتي اعمل الفايبرويد اليوترس بس at the same time I will do the tummy tuck لانه حيفتحوا البطن كله لانه السايز تبع الليفه ما بتظهر بغير طريقه. So I need his advice if recommended to do both at the same time. ما فينا نعمل التامين. رح نجاوب بعد هالوقفة دكتور لناخذ وقتنا اكيد بالجواب، نقدر نعطيها جواب كامل لرولا. وقفة قصيرة ومنتابع. متابعين حديثنا مع دكتور قبلان يمين، طبيب أشعة وجراحة تصويرية. دكتور يمين، كان في معنا اتصال من رولاي اللي قالت أنه عندها 2 لياف، واحدة داخل الرحم وواحدة خارج الرحم، فنصح الطبيب بأنه ينعمل عملية كاملة يعني مع الرحم. فهي عم تسأل إذا فيها كمان تعمل مع شد للبطن تعميتك، هل هالشي ممكن يصير؟ ما بعرف إذا هيدا الشي ضمن أكيد اختصاصي. نعم، هذا حديث يعني مع جراح اللي بده يعمل عملية، أكيد هذا الشيء 100% بينعمل. بس النقطة المهمة إنه واحد مريض بكل مرض لازم يتثقف عن مرضه. تطورت الناس، صار فيها تاخذ كثير معلومات يعني. هون ممكن تنعمل العملية على طريقة الأشعة. أكيد 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 يعني هون يا ريت. فهون مش بالضرورة إنه ينشال الرحم يعني. هذا المبدأ الأساس. إذا المريضة ما بدها بتفضل إنها تبقى على رحمها، تصقف حالة عن الموضوع وفيها تحكي مع حكيمة أو وفيها تتصل بحضرتك أكيد. تحت الهواء إذا بتحب بيعطوها رقم أكيد بالأم تي في. بدي أشكر جودك معنا دكتور قبلان يمين، أهلا وسهلا فيك. وقفة قصيرة ومن بعدها بنكون مع آخر محطة لواتس أم تي في.